Що, що, Раше, що, 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 Раше. شكرا 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 مشاهدينا، السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم رشيد. الحلقه ديال اليوم غادي تكون شو، لانه حاضرين معنا جوج ديال الفنانه اللي قدروا انهم يكسبوا حب المغاربه من خلال مجموعه من الاعمال الغنائيه المتميزه. هما كيتميزوا بروح مرحه، واليوم غادي نتعرفوا عليهم اكثر واكثر، وغادي نتعرفوا ايضا على الجديد ديالهم. غنضحكوا معاهم، غننتقدوهم، وغادي يجاوبوا على مجموعه من الاسئله. استقبلوا معي بحراره عفاكم رجاء وعمر بالمير. مرحبا بكم. الله يحفظك. نهار كبير هذا، نهار الجمهور دار لكم الفال بحال شم شي حاجه. اشم اخي العار، شميتو شميتو شي حاجه ما شمهاش. اليوم غادي تقر، لانه شوف سبحان الله العظيم، انا ما قلت والو قبل ما نسولكم، الجمهور حس بشي حاجه. الاخبار واصله ياك ولا لا؟ رجاء تبارك الله، شنو هاد اللبسه هذه؟ واش نقول لك صراحه، شفت التواب قالتهم ليا. نشوف وريني وريني. وقفي نشوف هذا. هذا راه كويز. وقفي نشوف. هانت. عرفتي كاع دوك التلامط اللي جامعه في الدار رجاء شدات كل واحد بلاصه. كيفاش كيفاش تلامط؟ هذا شوف هاد التوب قالت لي سميتو. لا واش بصح هادو التواب ديال التلامط؟ غريبه. هذا توب خريب، ويلي ويلي خاصني نولي خياطه. زيد هذا توب خريبه، هذا تليجه، هادو العقاد ديال الكرموس، وهذا المخمل. وصفقوا عليا، عقلت على هاد التواب اخويا. راه دابا انت دابا انت شفتي هادشي، انا شنو شفت؟ شفت سداري. لا 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 انا شفت سداري. لا 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 بالعكس، لا كانت زوينه زوينه. لا لا زوينه. كيفاش جاتكم اللبسه هذه الرجل؟ لا لا زوينه زوينه. الله يحفظك لاليك طيب. مرحبا بكم. الله يحفظك. كي داير عمر؟ الله يلا صافي الحمد لله، الحمد لله شاكرين. الكحل ما فهمتش. شوف انا مكحله بحالي بحالك. ياك جوج جايين كحلوا. اول مره كديروا الكاميرا الخفيه. ها وي مشيتي فيها. مشيتي فيها. انت اللي ما تشديتيش لينا هذا العام. شتي صعيب باش نتشد لكم انا. صعيب، وكنا حاطينك في بالنا، وليني راه صعيبه الصراحه. كيفاش كانت التجربه هذه ديال الكاميرا الخفيه؟ شوف التجربه ما كانتش سهله بالمره. تعذبنا فيها بزاف، وصراحه كتبقى تجربه كيف ما كانت، بالعذاب ديالها، بالتخسيخ، بكل شيء. خلعتوا الفنانه، عذبتوا مساكن. شوف كانوا شي حوايج كيطلب منا نديروهم ما كنقدروش عليهم، بحكم انه حنا ديزارتيست، وكتجيب ديزارتيست بحالك يعني بحالنا في الدومين، ما كتقدرش ديباسي معاهم لي ليميت. بحال تيقول لك في ودنك قول هادي، ما كتقدرش. كنقول لهم لا، كنحيد الايربود، كنقول لهم شوف بغيتو تقول لي، بغى يقول شي حاجه يدخل يقولها لهم هما، انا لا. ياك ما كتقولي هادشي حداهم؟ هاد الفنانه لا لا، كاين زعما في بيني وبينهم. كنقول لهم شوفوا المره الجايه غتقولوا لنا شي حاجه، راه الا ما دخلت شي راسي راه بغي نقول. دابا هما شنو باغيين؟ هما باغيين حنا نستفزهم في هذاك الاستفزاز. انا ما نقدرش نخرج على ذاك لحقاش بحالي، انا بحالي بحالو فنان. ف كشخص ما تقدرش. مي شوف اللي كان داز الصراحه، واخا هكاك داز تجربه زوينه، تجربه زوينه. شي حاجه ما تنساوهاش شفتوها في هذا التصوير ديال هذه المقالب؟ واحد المره كنقدم، والحمد لله ان الارتيست بعيد عليا، ومع حنا كنديروا التقديم ديال الكاميرا كاشي قبل ما نبداو الحلقه، قبل ما يجي الارتيست وكل شيء.
وعمر والارتيست واقفين بعاد تما وانا كنكون جايه بحال هكا كنقدم البرنامج وكندخل وانا نقول لهم سلام مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الكاميرا الخفيه مش عرفتي نسحب الكاميرا هما عرفتي رجاء فراني مي اوغوزمون الارتيست كان بعيد عليا اوغوزمون هذه ما عمرها تنسى لي هذه كانت مع حلقه مع غتبدا مع غتسالي كانت مع غتبدا مع غتسالي شاركت معنا في كاميرا خفيه الكاميرا الخفيه ما كانش عندكم تخوف من هذه التجربه هذه نهار قالوا لكم راه غادي تشاركوا في نتوما اللي تقدموا الكاميرا الخفيه هذا العام وشوف كان في الاول تخوف مي دخلنا معاهم هضرنا بركنا قلنا غادي نبدلوا الكونسيبت ديال كيفاش غادي نخدموا من بعد شفنا ليكيب من بعد بداو دوك المشاجرات ما بين الاستاذ رجاء والاستاذ المخرج تبارك الله عليها مع رجاء الا جا شي واحد قال لها شي حاجه رجاء الا جا قال لها شي حاجه تيلمو غتنوضها فنوضات بعد مرات مع المخرج عبد الرحيم مجدي الا بغيتي تهضري اليوم زعما هضري قولي شنو اش غنقول يعني واش كنتي متخوفه من التجربه التجربه كانت رجاء عفاك راه الميكرو شويه طانق دير كتخرقب مسكينه مخضره واش قدرتي تاخذي الميكرو احسن هكا باش اه واخا يلا تكلم وي كانت الفكره زعما كنا قبلناها في الاول وكل شيء وكنا متخوفين منها ولكن خديناها تحدي اكثر وخديناها زعما اكسبيرينس اكثر فعجبنا الحال وكنا متحمسين ولكن راه كنصوروا جوج حلقات في النهار راه كتفيق مع 7 الصباح تدير الميكاب وكتمشي دير الحلقه الاولى والارتيست الثاني كيكون كيتسنى في لوطيل وتالي انت تكب عليك الماء وتروينتي وتعاود تبدل حوايجك وتعاود الميكاب والشعر وتجي ثاني تبدا تقدم مرحبا بكم في حلقه جديده ايوا راه هذه هي التلفازه راه انا هذا اكزرسيس صعيب بزاف درنا تقريبا المغرب كامل حيت ما صورناش غير في بلاصه واحده وكانت زعما كانت اجواء زوينه بزاف والحاجه اللي جميله ايضا انا كنشوفوا يعني المغرب وكنشوفوا المناطق جميله في المغرب ديالنا رجاء وعمر غادي نكمل معكم الشو ديالنا وغادي نبداو بالغناء اوكي وواحد التحدي حيت نتوما كتعشقوا التحديات غنعطيكم دي زوبجي اوكي واي اوبجي شفتوه خاصكم تغنيوا عليه اغنيه نبداو بواحد لوبجي كتعرفوه مزيان اي هذا خويا انحس اوبجي في الحياه علاش حيت من نهار عمر غنى الغربال وحنا اللور اللور كاع من ناحيه اصحابنا كلهم تفرتكوا شي مشى لهنا شي مشى ليه كل واحد فين مشى ياك ما حسوا بالهضره عليهم صوب تغربيله وما هو المشكل انه غنى معاهم من ورا ديك الاغنيه فرتكم بقينا انا وياه وشي جوج صحابنا صافي كل شيء تجوز شي كل واحد فين مشى القديم هذا هذا سبب المهم مره مره نستعملوا الغربال وي حياتنا مهم بزاف نسمعوا الغربال وي ثقات عليهم عفاك جيت نغربل صحابي قفيدي الغربال جيت نغربل صحابي قفيدي الغربال واقول وش هاد الخضر اللي دابا راه وصلنا ليه واقول وش هاد الخضر اللي دابا راه وصلنا ليه وجيت نغربل صحابي قفيدي الغربال وجيت نغربل صحابي قفيدي الغربال واقولوا شهاد الغدار اللي دابا وصلنا ليه واقولوا شهاد الغدار اللي دابا وصلنا ليه عارف اني يا سبابي ما يهمني القيل والقال عارف اني يا سبابي ما يهمني القيل والقال وقع اللي داس بالبال كيف غبر ثم ناسي
حبة وكان دنيا لبان وفين يا من عشرة وفين يا من زمان كان في الصحبة المحبة وكان في دنيا لبان ما كان صاحبي خون ما كانت فيها عداوة رجع كل شي بالمقلوب ما بقات لنيا لخاوة وقع لي داس في البال كيف عمر زم مناسي وقع لي داس في برافو الله يحفظك كنعرفوا ان هاد النوع الاغاني جديده اللي ريتمي بزاف صعيب تغنى في اللايف فاش بارك الله عليكم الله يحفظك حنا كنعشقوا اللايف بزاف حيت ما كيكونش تغييرات بزاف في الاستوديو فداك الشيء علاش كيعجبنا نغنيوا لايف واللايف كيكون له علاقه مع الاستوديو كتعطي اغنيه كتحيها فيها روح اكثر فيها روح اكثر كتعطي فيها اكثر ها هو الاوبجي الثاني خاتم وحلته في هذه شفت الخاتم وعجبني يلا. شفت الخاتم وعجبني يلا رجاء اه ياك قبيله قلتوا الصلاه والسلام وهذا دابا قلت دابا قلت دابا شفت الخاتم وعجبني شفت الخاتم وعجبني ديال رشيد ماشي شفت الخاتم وعجبني تمنيت يكون بين يدي شفت الخاتم وعجبني تمنيت يكون بين يدي من اول نظره سحرني بغيت نشوف واش قدي لا لا ما غير السوشي حد من بعدك متفاجئة علاش الخاتم بالضبط علاش الخاتم حيت قبل الخاتم كتسبق هذه وي 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 غنعطيها العمر هكا غني الوردة شنو الوردة يا وردة شنو الأغنية اللي طاحت لك في بالك أول حاجة طاحت لي وردة على وردة وردة على وردة عزيز علي ديك الأغنية وردة على وردة خلو ما دجرة قلت أنا لأمي ما قلبي مجروح حكي عليك يا قولوا لك واني اللي مشى وخلاني علاش قلبه هاني وردة على وردة خلو ما دجرة قلت أنا لأمي ما قلبي مجروح علاش قلبها شكرا يا سلام اغنيتها باحساس جميل وهذه الورده نرجعها لك اسيدي تستاهل الله عليك غادي نعطيوها الجميله ديالنا شكرا وردة على وردة طبعا اللي غناها فيصل عزيزي وجروب كلمه اللي كنحيوهم غادي غادي نعطيها واحد الاغنيه صعيبه دابا اش باقي يا خويا حيت هي قالت لك ما عندهاش بزاف مع التعبير عن الاحاسيس نعطيها واحد الاغنيه تحيل واحد لوبجي يحيل على واحد الاغنيه حرشه شي شويه مرسول الحب اش من مرسول الحب اشنو هذه راه صيفط لك بريه وانا شوف شي باش تعرف العقل ديالي كيدير ما كاينه مرسول الحب فين مشيتي فين جيتي يلا اشنو تغني مرسول الحب ولا صيفط لك بريه شنو تختاري واخا صيفط لك بريا صيفط لك بريا حبيبي ما جاوبتي عوجك عليا عوجك عليا يا الغدار علاش غدار صيفط لك بريا حبيبي ما جاوبتي عوجك عليا ويا الغدار علاش غدرتي صيفط لك بريا حبيبي ما جاوبتي عوجك عليا ويا الغدار
عندك مع الشعبي ما كانش حساب لي كتغني الشعبي. ما عرفت كنحشم نغني الشعبي والله. وحق الله الشعبي يحشموا منه الناس والله. حتى كنشوف ماشي حيت كنخاف ندير اغلاط فيه حيت الشعبي راه فن. وديما دابا ملي كنكون مثلا عند العائله ولا شي ولا صحابي مثلا عندنا عرس كيقول لي رجاء راه غتغني كنقول لي قبل ما يسالي لقاني علقت هربت والله حتى كنهرب باش ما نغنيش. تتحشمي في كنحشم نغني الشعبي. الشعبي هاك ماشي شوف هو الجو ديالنا ماشي جو اعراس بزاف فهمتي. فملي كيكون شي عرس ديالنا كنحشم نغني الشعبي. ايوا واخا تعيط. وفاش كتغنيو في الاعراس الخليجيه ما كنغنيوش الشعبي ديالهم. خاصك تعرف الاغاني اللي كتغناو في الاعراس ديال الخليج عندهم حتى الشعبي ديالهم. لا كيتغناو اغاني بحال الاغاني ديالنا اللي كنغنيو دابا مثلا البوب وهادشي تيتغنى في اعراس. اوكي ما تيتغنيش هذاكشي ديال ما عندهمش هما الجره وداكشي. لا ما كاينش الجره تغني اغاني البوب ديالهم. مزيان شتي انا نعطيكم دابا اغنيه هادي واعره هادي ما يمكنش ما تعرفوهاش. المغرب صوت الحسني نادي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء فرحي يا أرض بلادي أرضك صبحة حرة صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء فرحي يا أرض بلادي أرضك صبحة حرة أمورتنا لازم يكمل بالمسيرة الخضراء عندي واحد السكوب بغيت نسول واش صحيح ولا لا. ما عمري سولته لكم في البرنامج. جاني خبر بان عمر شي مره كان مشى شارك كان غيمشي يشارك استوديو دوزان وي وجا اتصال من عند الاب ديالو الله يسامحه نقولها لي من هنا الله يسامحك الوالد واللي بسببه ما كملتيش. واش هادشي صحيح؟ صحيح والله يعطي الصحه لهذا اللي جاب لك هذا الخبر ما تكوني عندي فايده. لا 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 هي والله ما قالت لي حاجه. اوكي واش بصح كنتي باغي تشارك استوديو دوزان؟ كنتي غادي؟ كنت غادي دزت ماشي راه شاركت. كنت عارف انا النهار اللي غادي ندوز فيه امتى. مشيت شديت الصف بحالي بحال الناس غادي كندوز كل بلاصه كيديونا البلاصه هنا هنا هنا. من بعد توصلت بزز يمكن وقيلا من 9 الصباح حتى 4 العشيه ولا مع 3 العشيه. ملي جات نوبتي ندخل دخلت قدامي ثلاثه ديال اللجنه اللي كانوا في استوديو دازام كنغني. غنيت يمكن شي 10 ثواني كيعيط لي الوالد. ديك الساعه باقي عندي داك التليفون عرفتي اللي داير بحال هكا وكيصدع كيصدع يعني بغيت نحبسو ما قدرتش نحبسو حيت لي الباتري وسط الاغنيه. وسط الاغنيه قالوا لي غير جاوب ملي بعد جاوب قال لي صافي سير جاوب سير ملي زعما بالنسبه ليهم دخلتي انت شاعل التليفون يعني بحال ما حشرمتيهمش ولا ياك اخذوها بهذا الشكل هذا بوسيبل. ولكن كان ممكن عاوتاني ما يكونش عندك خير في هذيك التجربه يمكن ولا لا. وي بوسيبل كانت خير مي صراحه بالعكس انه يمكن انتم عرفكم الجمهور بجوج بديتوا بجوج في الاول. الان كنظن بانه كاين واحد التوجه كنحسوا به الجمهور كيحس به بان كل واحد فيكم باغي يشق طريقه وباغي يدير كارير سولو. واش هادشي صحيح؟ وي هو شوف ماشي غادي نشقوا طريقنا مي تماك اخويا لاصق فيه صافي قال لك كل واحد يشط الطريق راه قلنا غادي نشدوا الطريق غنشدوا الطريق سي فيني بوغ لو دين. انت كتقول لي غادي نخرج معك انا اللي لا كاين شوف كاينين وشدي معايا الزكار الله يرحم لك الوالدين شدي معايا الطريق. شوف كاينين اغاني اللي احنا فيهم بجوج كان ماشي دابا ماشي دابا لان الموديل ديالكم ما كاينش في المغرب قليل يمكن حتى في العالم العربي ما كاينش هذا الموديل هذا. داكشي علاش كنقولوا خصكم تبقاو مره تخرجوا دي شوز اونصومبل.
انا بالنسبه ليا علاش غادي كل واحد يغني مثلا الاغاني ديالو، حيت بزاف الاغاني انا وعمر كيكونوا عندنا مشاكل في الاختيار ديال الاغاني. انا عندي واحد النوع معين كنبغي نغنيه وهو تيبغي يغني نوع معين، فما يمكنش حنا يعني انا نغني معاه ديو ما راضياش عليه، ولا هو يغني معايا ديو هو ما راضيش عليه. داكشي علاش خاص كل واحد يخرج السيل ديال الاغاني اللي هو تيرتاح فيهم. ماشي وماشي غير في اختيارات، حتى الطبقه بعد مرات ضروري واحد فينا كيكون متضرر، اللي هو كتخليني انا متضرر وهي كترتاح. دائما انت هي دائما انا متضرر في الطبقه وهي مرتاحه. خويا قول ما عندكش الصوت وهني. كيفاش ما عندكش الصوت؟ الله يديك. شو زعما حطيتي يدك زعما اسمح لي. الله يلا ظريف معاك الاخ ديالك، الله يلا ظريف مسكين ظريف كتحقري عليه انت. واقسم بالله اخويا رشيد الى هذا راه جن ياك. والله تجن ما في... والله مصدوم انا قدام الكاميرا كيبين ظريف والناس كيبقى فيهم واش عمر وقع بيناتكم واحد النقاش ديال انكم خرجتوا تبارك الله درتوا مجموعه من الاغاني اللي نجحات بحال الغربال بحال واكواك بزاف ديال الاغاني، واش عمر وقع بيناتكم نقاش في الكواليس كتقولوا بعضياتكم انا اللي نجحت هذه الاغنيه والاخر تيقول لها انا اللي نجحت هذه، واش هادشي عشتوه بعضياتكم؟ لا غير في الافكار ممكن، حيت عمر تيبغي يدير مثلا عمر تيعول على الفيزيوال اكثر تيبغي كليب وكيبغي، وانا ما انا كتهمني الموسيقى مثلا ندخل الاستوديو نخدم على موسيقى لايف بزاف د الحوايج، هو كيقول لك بالنسبه ليه ان الكليب هو اللي كينجح الاغنيه، فانا ضده كنكون في هذه الفكره ديما. فملي كنبغي نديرو ديو كنقول ليه شوف انا غنخدم على الموسيقى، بغيتي انت تخدم على الكليب خدم عليه، راه تجي غتقول لي اش غتلبسي اش غديري غنجي نمثل معاك وغنمشي فحالي. نسولكم بصراحه الا درتو مثلا ان سبيكتاكل ديالكم شو ديالكم واش غادي ينجح اكثر الا درتيه بوحدك ولا لك انت وياه؟ فين غيجي لكم الجمهور بزاف ولا العكس؟ طبعا لا شوف يعني باش نكونوا صريحين الا طلعت هي ضروري ما يبغيو الناس انا، ولا طلعت انا ما يبغيو الناس يشوفوا حتى هي، ولكن الا كنت انا يقدر ينجح اكثر من كنت في لكن راجل الدمره انا كنت نتسنى فيك تقول زعما بجوج. لا راه بجوج. لا بجوج بغيتش نقمعك الساعه. لا بجوج الساعه ديال القميع. انا في بلاصتك ما نصبرش. لا شوف زعما اخر كونسير اللي كنا درنا في كازا كان اول لقاء ديالنا مع الجمهور المغربي والحمد لله نجح وكان سولد اوت، وكنظن انه حيت حنا بجوج، اما زعما كون كان كل واحد سولو بوحده ما غيكونش زعما بهذا النجاح بهذه الطريقه وي. نعم لحد الساعه حيتو حفله واحده في المغرب. اول حفله ديالنا كانت في كازا. وي كانوا شوف كنا يعني ما كناش متوقعين داك العدد ديال الجمهور ان دار سولد اوت ف بواحد الطريقه قليله واحد الفتره قليله، ف الجمهور رجع لدرجه انها بكات قبل المسرح بكات يعني شادين كيقول لها راه الميك اب ديالك غيمشي الميك اب ديالك غيمشي بكات، يعني كتشوف داك الشعور ديال الناس مازال يعني جايين يعني، وكتشوف ناس كبار ناس صغار، ف كانت صراحه كان سهره زوينه دوزنا. موقف اثر فيا بزاف. بكيت تيلمو في الباكستيج ما قدرتش نحبس، وطلعت زعما اون ستيج وما قدرتش نغني حيت فيا واحد الشهقه كنقول لهم خاصني نبكي، كنحس براسي خاصني نبكي. الفرحه هي فرحه على توتر على بزاف د الحوايج، مي كنت فرحانه بزاف، ممكن نقول انه احسن ليله دازت في الكارير ديالنا. احسن ليله نشوفوا مقاطع من هذا الحفل هذا هذه التجربه نشوفوا حالا ونعاودوا نتلاقاو معكم. هادشي زوين هادشي. وي هي كانت من فكره رجاء انه يتصور دوكيومنتري ويتحط في اليوتيوب. واقتسمتوا مع الجمهور ديالكم، كيف كان التفاعل ديال الجمهور على مواقع التواصل؟ كان واعر بزاف، واللي كان كيعجبنا اكثر انه كاين بزاف الناس كيقولوا امتى الحفله الجايه بغينا نحضروا، حيت شافوا شوف ستون دو كارير وما عمرك درتي حفله في بلادك، هذا كان تحدي كبير لينا، وكان لقاء زوين مع الناس ديال كازا اللي جاوا صراحه كانوا من كازا ومن جميع النواحي. والان قربتوا تكملوا 10 سنين، ما بقاش بزاف.
قربنا لا لا سي سي تقريبا تقريبا 10 سنين وي قربنا نديرو شي حفله ديال 10 سنين ياك والله كون هاني شوف جمع انا معروض السنين ديالك ما معروض من دابا صافي انتما معروضين ولكن بشرط غتغني معانا نغني معك جيب العود اسيدي وتكون مصيد لي شي حجيلات وجي ومرحبا انا كنقترح عليك شي حاجه احسن من هكا كنقترح عليك تعرضي على واحد الاستاذ الموسيقى واحد الفنان كبير قول لي جاي عندنا اليوم من الصباح هو تيقول لي انا بغيت نعطيهم شي نصائح في الموسيقى وداك الشيء لانه هذا النيفو طالع اوكي نيفو هارد استقبلوه عافاكم استقبلوه يا تفضل سلام نقدم لكم راسي معكم حميد لوطوتين خبير في الموسيقى قديم شويه بزاف قديم قديم مغني مؤلف كاتب جالس في دارنا مي كنقدم بعض النصائح وبعض المساعدات للفنانات تبارك الله باش نخرج ليهم باش نطور ليهم المسيره الفنيه ديالهم ساعات بزاف ديال الفنانات تبارك الله دابا راه في القمه ما كيعرفهم حتى واحد مي غنعطيكم مي غنعطيكم بعض الاسماء اللي خدمت معاهم وبسببي وصلوا لهذا الشيء واخا عندك نجوى كرم بسببي نانسي عجرم بسببي كاتي بيري بنزيما والكثير الكثير اللي ساهموا في هذا الانجاز وبطبيعه الحال بطبيعه الحال خدمت مع فنانه مغاربه منهم سي نعمان الحلو تصفيقات حاره على نعمان الحلو نعمان الحلو اللي عطى الكثير والكثير كنحتارمو انا اشتغلت معاه ايه انا اشتغلت مع نعمان الحلو فاش خدمتي معاه انا غادي للدار كيفاش انا غادي للدار لا بلاتي بلاتي لا لا تصنت لي الله يرضيك دابا واش انت معانا ولا غادي للدار لا انا هذه ما سمعتوش هاد انا غادي للدار مؤخرا درت ضجه ما عرفتوش ديال من واقيله ديال من ديالي ونعطيك القصه كيفاش توقعت هاد انا غادي للدار وعطيت هاد السي نعمان الحلو ايه ديك النهار بالفعل كنت غادي للدار ما نكذبوش صونا ليا السي نعمان قال لي فين قلت لي انا غادي للدار قطع زاد على شويه ديال لوطوتون لا هدر دجا قبل ما نوصل انا للدار تقدر تعطينا مع مقطع مع الموسيقيين بحالاش تغنيها لي مع الموسيقيين حيت فيها هي غير انا غادي للدار ماشي مشكل خفت غير نمشي هانيه هانيه سير اعطيني اي كيما بغيتي هيه هيه انا غادي للدار هيه هيه انا غادي للدار هيه هيه صافي صافي باقي نكمل لي حيت دابا كاينه غير انا غادي للدار باقي غنوصل للدار ونكمل لي ان شاء الله اوكي فهمتي المهم غير باش تعرفوا الخبره ديالي وهذا الشيء اللي دوزت غنعطيكم شي نصائح عمر ورجاء عفاكم واستافدوا مني عفاك استافدوا من شوف الا درتوا بهذه النصائح ان شاء الله القمه القمه كنقول لك سير الله الاغنيه ديال وكواك عجبتني عجبتني لا قام اللي غنيتو بها زوينه عجبني الانستريكس عجبني اللحن الانسترومونتال اللحن الفرنسي ما هزيتهاش معايا اسمح لي اللحن زوين حاجه وحده اللي ما عجبتنيش هي ديك وكواك عباد الله وكواك بانت لي ظريفه عك عك انا نقراها رجاء عك عك هاد المره ملي تعاودوا تصوروا عك عك وندبي حاولي تندبي عك عك ندب هوك ولا هوك بقيت ندبي خليه هو يغني تبقى هي تندبي عك عك وبقيت ندبي حيت هادشي كيعطي واحد الجماليه لسميتو الحناك مزيان برافو برافو واحد الحاجه لاحظتها ما كتستعملوش الجيتار بزاف في الاغاني ديالكم ياك ما كتعرفوش واقيلا تضربوا الجيتار واخا تكونوا كتعرفوا ما تكونوش بحالي انت اش كتعرف تضرب سير الجيتار كنضرب بجميع الالات انايا انا نعطيهم واحد النبذه بعدا على الجيتار عفاكم غير حلوا وديناتكم وعارف حيت ماشي اجي وضرب الجيتار خاصك سنين وسنين وتمارين راكم عارفين
حيت كاين اللي دابا اللي كيشد الجيتار كيقول لك انا كنعرف نضرب الجيتار. الجيتار كيفاش كيتضرب؟ راه خاصك الخدمه. نعم مورين اجي وضرب الجيتار. هادشي باقي ما ضربتش كيصفقوا. مهم الجيتار جدارت الودن هنا ما يعاودهاش معاك. وكنضرب بزاف د الحوايج اخرين، كنضرب الاورك، كنضرب بالحجر، كنضرب بنادم. راشي بغيتي نضرب شي حاجه اخرى رشيد هنا؟ نعم بغيتي نضرب شي حاجه. انا بالي سير ضرب شي دويره برا وخلينا الله يحفظك. انضرب الاورغون. خلينا سير سير ضرب دوره برا الله يحفظك. كنتمنى تكون استفدتو. لا لا استفدنا. لا لا القمه 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 القمه. عك عك عباد الله. عمر ورجاء قبل ما نكملوا الشو ديالنا وجدنا لكم هذا البورتري على الطريقه ديالنا، وكتعرفوا حنا ملي كنوجدوا البورتري للشهاده على طريقتنا كيكون شويه مستفز نضرب. نشوفوا حالا ونعاود نتلاقاو معكم. سير الله. مرحبا بالاخوه بلمير عمر ورجاء ابناء الدار البيضاء، قدرات صوتيه هائله على حد سواء. خيرنا لن ياخذه غيرنا، وموهبتنا إلى قلوب الجمهور ستوصلنا. غربل الأخ الأصغر أصدقاءه، فما بقيت له إلا رجاء ليضرب معها تمارة. كنضربوا تمارة تمارة، عارفين الحسادة تبعنا بالنار وبالليل. رجاء أخذت القرار لتعطينا نصائحا في كل إصدار. وياك تفكر تقول هدي ركا تبغيني، يوه ماذا حات معاك تتخليني مغرات. هذه المرة لن نقول واك واك يا عباد الله، وسنرحب ببلمير معا ونخليها على الله. من بين أجمل الأغاني اللي غنيتو هي أغنية واك واك. واك واك يا عباد الله. واك واك يا عباد الله. اليوم بغينا نسمع هذه الأغنية لايف بصوتكم قدام هذا الجمهور اللي حاضر معنا. مرحبا مرحبا مرحبا. وما كتبوش من اللي قالوا، ولا ثقة فيك يا ليام، ولاد الناس فيك قلالوا، البنات كرهوا الغرام، ولينا عايشين معادلة ماليها حل ولا حساب، كلهم في الحب الدالة موقع عيش غير الأعذاب. وما كتبوش من اللي قالوا، ولا ثقة فيك يا ليام، ولاد الناس فيك قلالوا، البنات كرهوا الغرام، ولينا عايشين معادلة ماليها حل ولا حساب، كلهم في الحب الدالة مبقى عايش غير العذاب. واك واك عباد الله، أشهد الحالة ولا. واك واك عباد الله، راه الحب يا مسلال. الله الله واك واك. شوفوا ساكتين القلوب تيها وزمان صعب، معروف نظرنا ماله حتى الزاد مازال ما قدام. ولاش اللي تبغيه كيتبدل وينقص الكلام، واللي باعك شريخ ليه هو يلي يتلام، واللي نشوفوا ساكتين القلوب تيها وزمان.
سعد مازال ما كتبش هواك هواك عباد الله أشهد الحالة ولا شكرا تبارك الله عليكم الله يحفظك اغنيه جميله هذه حققت نجاح شحال وصلت الاغنيه تقريبا الان في يمكن شي 90 وقيله 90 مليون يمكن وي شحال دخلت ها هو اللي مكلف بيوتيوب هو هو شاف 90 مليون غتكون تبارك الله دخلات لا شوف كاينه شي بركه كاينه راه بالي باغي يبدل الطوموبيل دابا باين غينصب عليا بدوك فلوس اليوتيوب كاين البركه كاين البركه غادي نعطيكم عناوين ديال الاغاني غنيتوهم وكل عنوان ديال الاغنيه عندها علاقه بالسؤال اللي غنطرحه لكم واخا نهضروا على اغنيه قراري الاغنيه اللي غنيتيها وتهي تبارك الله شافت بزاف أغنية قراري إلى سولتك شنو هو القرار اللي خديتيه وتندم معك الحال ولا ندمتي عليه قرار كنت خديت واحد القرار ديال ناري يا ربي كي كنقول قدر داير نوض وحده خويا ما قدرش نقول معايا خويا لا اختي دابا قلتي لنا غتقولي ما يمكنش شوف كان خديت قرار انهم ما نعطيش فرصه لشخص معين وما كتبوش بزاف د الحوايج دونك هذا قرار كنت ندمت عليه ما فهمتيش فهمتوا شي حاجه صافي والله دابا خدات قرار ان تجاوبني على السؤال من بعد ندم على الحال لان خدات قرار ان غتجاوبني من بعد صافي هذا هو القرار ياك الغربال غنيتي الغربال وحنا فهمنا الموضوع ديال الغربال والموضوع ديال الاغنيه اللي كتهضر على خيبات الامل اللي كنلقاوها في بعض الاصدقاء وناس اللي كنعاشروهم ومن بعد كنضطروا اننا نديروا الغربال انت عمر واش درتي الغربال مؤخرا مع شي فنان مغربي كانوا عندك صداقات وعلاقات في الميدان الفني وصحيح انك درتي الغربال لواحد الفنان مؤخرا شوف ما باش ما نحددش واش فنان ولا شخص ولا موزع ولا ملحن مي شي واحد لا حسيت انه لا كاين واحد الفنان درتي ليه الغربال مؤخرا كاينه ولا ما كايناش ما كايناش اخويا ما كايناش لا اخويا بغيت تجبد لي الصداع لا سي في الاخر يمشيو نكرنا نكر انا عارف يمشيو وشوفوا انا عارف يمشيو وشوفوا شكون هذا اللي درت ليه انا انفولو ويوتنوض اخويا ايوا شوف نخلي الناس كيتفرجوا فينا ما غادي يبحثوا يديروا لي ليزانفيستيغاسيون غنيتو خليها ايه شي حاجه اللي كنتي ناويه ديريها وخليتيها سواء من بعد الفن ولا قبل الفن ولا تخليتي عليها الصحافه وي شي حاجه انا ديما كان الحلم ديالي هو نقرا ونخدم ويكون عندي بيرو ديالي ونكون خدامه شغله ولا خدامه وبراقيه وصافي تلقيت راسي في هاد لقيت راسك بلا اوراق لقيت راسي بلا اوراق على الاوراق بصح بلا اوراق دونك كنت كنتمنى كون كنت زعما غير كان زعما خدامه عادي والان انت راك ما تندمش معاك الحال لا ما تندمش معايا الحال ولكن ديما كان كان كنبغي هذاك الجو ديال من 8 ل 12 جوج ل 6 ونرجع في حالي الناس اول فنان اول مره شي حد كيقولها ليا كيقول لي انا تمنيت يكون عندي هذا التوقيت الغبي الفنان كيقول لك مزيان اللي اختاريت هذا العمل الحر باش نبقى ديال راسي انت بغيتي 8 12 انا الفن غير تلاحيت ليه ما زعما ما عمره كان الهدف ديالي
كلام صعيب هذا سي عمر كنسمع. وهضري على راسك. كنهضر على راسي. هضري على راسك. هو اللي جرني على راسه. مشى خويا يغني كوفر ديال اغنيه، قال لي مول الاستوديو دخلي غني معاه، عجبو صوتي قال لي ها هي اغنيه خرجت الكوفر خرج، تلقيت راسي مشهوره. لا هي بصح ما كانش كاع حاطه في بالها شي نهار ان تدخل الشهرة. انا اللي كنت كنقول لها رجاء، ما كانتش عندي تخيل حتى انستغرام، كنقول لها رجاء راه الناس كيسولون على الانستغرام ديالك ديري، كتقول لي ماش غندير به. اذا هو سببك. وي انا سببها في عذابه. ما لا هو شي حاجه زوينه ولكن ما كنتيش مخططه ليها. لا غير بحال كنحس براسي مسيره غير مخيره، يعني انا غير صافي لقيت راسي في هذا الشيء وانا غادا فيه. انتي تكملي. عندي لي ديبلوم ديالي الماستر ديالي وباغا دابا نحضر للدكتوره، ولكن كنقول انا غير في هذا الدومين صافي لقيت راسي فيه انا فيه. والان ملي لقيتي راسك في هذا الدومين راك فرحانه بهذا الشيء اللي وصلتي ليه، ولا كتقولي بوتيتغ واحد النهار نتخلى على كل شيء ونرجع ل... وي ممكن. ممكن وي ممكن شي نهار تبعدي الاضواء. وي اذا كاينه شي حاجه اللي مخلياك شي حاجه في الميدان ما عجبكش في الميدان. شوف ما كنقدرش ننافق. قولي لي. ما غاديش نعمم ولكن ما كنقدرش ننافق، ما كنقدرش نتعامل مع الناس اللي عندهم ديال جوج ديال الوجوه بزاف د الحوايج في الميدان. في الميدان كتر انك تنافق ياك. بزاف ما غنعممش، وهذا الشيء اللي مخليني انا مثلا مبعده عندي صداقات في الميدان ولكن بحدود، كل شيء صحابي وكل شيء ماشي صحابي باش نكون صريحه. وصراحتي بعد مرات كديرونجيني انه خاصني نكون، خاصني ما كنقدرش نبزز على راسي نكون منافق. عمر انت عندك نفس الموقف ولا كتتفق معها في هادشي اللي كتقول؟ انا شوف رجاء واحد شخص عنيد في دماغه، فإلا جا شي واحد هو عنيد في دماغه ما غيتلاقاوش. مستحيل مستحيل. انا لا انا ضد رجاء. انا بارد فهمتي، ما انا اللي كان شي مشاكل انا ما كندخلش ليهم. ف هي نفسها حاره، هي نفسها حاره شويه بزاف، ماشي نفسها حاره. نبقاو في هذا السسبنس هذا، وغادي نعطيكم صور ديال الفنانين. قول لي لا تحت لك الفرصه دير معاه ديو. نبداو مع عمر. اختاريتي ما كانش رجاء وبغيتي دير ديو مع فنانه، شكون غتختار؟ غيكون عندك بزاف ديال الاسماء. اوكي في الاخر خاصها تبقى فنانه وحده. اوكي بحال غنديروا الكاستينغ. غتجبد لي الصداع. يلا غادي نشوفوا وغتقول لي ما بين سلمى رشيد ولا ابتسام تسكات. سلمى رشيد. ابتسام تسكات ما يمكنش. سلمى تسكات لا. هذه غير لعبه فقط. سلمى رشيد ابتسام تسكات جوج فنانات واعرين كيعجبوني الاغاني ديالهم، مي غنختار سلمى رشيد ولا جيلان. نختار واش درتي السي رشيد. نختار كيعجبني اللون اللي كتغني جيلان، نفس قريب اللون ديالي. نختار جيلان ولا منال بن شليخه. وات هادي هي واكواك. وراه واكو هادي راه عكعوك. منال بن شليخه ولا جيلان؟ عاونيني والو راجين وبتا هي غير خليها. غنبقى في جيلان. جيلان ولا ريم فكري؟ ريم فكري تبارك الله عليها، حتى هي طالعه واغنيه زوينين. غير فاك خيسي كارو تختار لنا السميه خلينا. وما يمكنش خاصنا نشكروا دوك اللي ندوز معاهم ندير معاهم ديو. غنختار جيلان. جيلان ولا جميلة البداوي؟ واو واش درتي؟ عظمتك الشعيبي. جميلة البداوي. دابا ما كاينش اللي غيطيب ليه الطواجن الا مشى لدبي. دابا راه الا ما اختار الجميلة. ياك تحية للجميلة البداوي وجميع الفنانات والفنانين. دابا مع رجاء نفس الشيء، عندك ديو ولكن هذه المره مع
اسماء ديال الفنانين رجال. اوكي اوكي. زكريا الغفولي ولا مهدي مزين؟ فنيا غادي نختار الاقرب من غير صحابي، زعما نختار الاقرب اللون الغنائي. وي زكريا. زكريا الغفولي. زكريا الغفولي ولا محمد الريفي؟ زكريا الغفولي. زكريا الغفولي ولا احمد شوقي؟ زكريا الغفولي. زكريا الغفولي ولا زهير بهاوي؟ زكريا، حيت زهير ماشي نفس الستيل انا وياه. زهير بهاوي ولا الحر؟ زكريا الغفولي. زكريا. شوف انا كتعجبني الصراحه ديالكم. الرجاء ما كانش كتردد بزاف، انت ما بغيتش تخسر الخوات. كلهم جميلات، كلهم فنان يعني، كفن كشنو مال. لا لا يا بالمنافق الاخر، حولوا عجبك الضمير. عمر، قبيله تكلمنا على اغنيه الغربال وسولتك، قلت لك واش كاين شي حد اللي درتي ليه الغربال مؤخرا وبغيتي تجاوبني بصراحه شكون؟ حنا عارفين داكشي، علاش اليوم بغيتك في الفقره ديال الماسك ضيف مفاجاه ديال اليوم، تعرف عليه شكون ونحاولوا اليوم نحلوا الباب. اوكي لا يلا. قلتي لا باقي ما عرفتي حتى شكون، نخليوك بعدا تتكلم معاه ونعرفوا واش كنتكلموا على نفس الشخص. اوكي يلا. السلام عليكم. انت خايف من الاول ما بغيتش تهضر، ما فهمتش، غير سول، هذا قانون اللعبه. واخ. السلام عليكم. عليكم السلام. كي داير؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. انت عمر؟ الحمد لله. كي دايرين الدار؟ كي دايرين العائله؟ الحمد لله. كي داير رجاء؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. واش كنت كنعرفك مغني؟ كنعرفك ماشي مغني، ولكن كتعرفني وكتعرفني هذه المده، ولكن ماشي فنان. نقدر نقول لك صديق قديم. صديق قديم. انا كنعرف ثلاثه، ما الصراحه ما بقيتش كندوي معاهم، و بقيناش كنهضروا زعما، وخلينا العلاقه مزيانه. مي فين اخر مره تلاقينا؟ اخر مره تلاقينا نقدر نقول لك قبل من كورونا. قبل كورونا. كتسكن في كازا؟ كنسكن في كازا. في كازا. ماشي ملحن، ماشي مغني، صديق. لا ماشي ملحن، ماشي فنان كاع. واش صاحبني غير واش كنتي معاشر غير معايا انا، ولا كنتي معاشر حتى مع رجاء وحنا ما انا صديق ديالكم بجوج. عرفتي شكون ولا شك؟ ممكن. تبغي نحلوا لا لا شوف، انا زعما اي واحد هذه رجاء تقدر زعما، رجاء فيها واحد الحاجه الناس تقدر تسامح. انا عندي اليوم طلب شخصي. الا كان هذا الشخص اللي كدوي عليه اللي في بالك هو اللي حنا عيطنا عليه اليوم، بغينا يتحل الباب ويتحل هذا الخلاف ولا سوء تفاهم يمكن اللي كان. لا ما بغيتوش اليوم نصفيو هذه الخواطر. خواطر صافيه، و كاين كاين شي حوايج، شي حوايج ماما عادي. ما كايناش، كاين شي بيبان ما خاصهمش يتعاودوا يتحلوا، ولكن القلوب صافيه. القلوب صافيه. وي ويسالي البرنامج. و انا ما احتراما ليه ما نبغيش نقول الاسم ديالو، ولكن غادي نقول ليه شكرا اللي حضرتي معنا، وشكرا لك على تلبيه الدعوه. هذا قانون البرنامج، الى الضيف ما قبلش ان الباب يتحل ما يمكنش لينا. شكرا لك، سبقوا لي عفاكم. خرجوا شي من الاجواء هذه. عندكم صور ديال الفنانين، كل صوره مركبه من ثلاثه الفنانين،
خصكم تشوفوا صورة وتعرفوها في قل من 10 ديال ثواني. اوكي 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 اوكي. واش غتكونوا في الصور كل وحده بوحدها؟ هي صوره وحده فيها ثلاثه الفنانين. اوكي يلا نشوفوا الصوره الاولى. جميله البدوي حسين الجسمي احلام. برافو عليك. علاش لي فرصه؟ جوج ثواني ما يمكنش. برافو. يلا نشوفوا الصوره اللي من بعد. كرافاتا ايمن السرحاني التحتاني. ها ايه هذاك الوسطاني بونيف. هذاك النيف ما عرفت فين شايفه. شي واحد خليجي. شي واحد خليجي. انا نشوف واش خليجي. هذاك الموسطاشه تاع الخوالجه. رضوان برحي محمود. رضوان. رضوان. إليسا. بلاتي بلاتي. لا أصالة. أصالة هذيك. هذاك الفم معروف ديال هذاك الفم. أصالة. إيهاب أمير. النيف عندنا مشكل في النيف. أسماء وقيلة. أسماء وي أسماء المنور. وي وي مشاهدين أنتم في هذه الفقرة هذه. ابتسام. ابتسام تيسكات. عنده دي عبد الفتاح جريني التحتاني. الوسطاني منيف. نيف ما مهدي. مهدي مهدي بالذات نيف وما معروفش. ثقوا بيا نتوما من بين الفنانين القلال القلال جدا اللي عرفوا هذا الشيء كامل بهذا الشكل هذا. وهذا ان دل على شيء فانما يدل على انكم عندكم عاد تبركيك. ما كاين عاد تبركيك والانستغرام. واش عرفتي باش تعرف النيف ديال شي واحد؟ شوف صعيبه الصراحه. صعيبه ياك. صعيبه ولكن الا بركتي معاهم كتبقى دير فيهم ها. راسي الغبار باغا تحفظ النيف. بحال انا دابا اسماء شايفاها شايفاها زعما فاس قريبه بزاف. قلت لي هذاك النيف ماشي ديال اسماء. هذاك النيف ماشي. برافو عليك. وعندنا واحد السيده عندها مع التبركيك. ايه. وقالت لي نهار يجيو عندك خاصني نطلع عليهم. الحاجه كتعرفوها؟ ايه. الحاجه مساء الخير. واه واه مساء الخير توتو. سيدنا محمد. الله معاك. عجل عجل. انت ما عندي كي ندير لك الزغريته. قول مرحبا بكم. الله يحفظك. عرفتيني علاش نتوما عزازين عليا؟ علاش؟ حيت مرضيين. تحيه للوالد والوالده. الله يحفظك ليا. ديما كنتفرج في هذوك القوالب اللي كديروا لبعضياتكم. رجا عقلتي نهار كنتي كتسيقي في الدروج خلاك تا جففتي وساليتي ويخوي لك العفريت سطلتي على الماء. قول لي دابا يعاودها. شكون اللي عاود جفف هذاك الماء تي ولا هو؟ هو الرضا. واش حنا عسكر ولا سكر؟ اي الرضا. شوفوا انا عزازين عليا في الاغاني. اغنيه وحده طلعتوا ليا فيها الدم. اي هذيك الاغنيه اللي كتقولوا الحب يا مسالات حشومه. انا عندي 24 الله يسمح لينا ما تفرشنيش راشي. ايه بديت الحب الحب ايامات البيض والكحل وباقا درك كنحب كنحب راشد نحب دوزام نحبكم نحب الجمهور. ها نحب الاوركسترا. خوتي زعما ما كتحبيش الحاجه؟ قلتي لي تحشميناش البغور يضر في العظام. خوتي يا بنيتي باقا ما مديتي يدك الحنه بقى ما طلعتي في عماريه بقى ما ضربتي مع اللوسه بقى ما ولدتي 16 راجل وخلاك وتبعتي في المحاكم على النفاقه. عقال لك عمر قولي الحب يا مسالات قلتيها. واختي يا الحاجه راه ما قلتها تقطعت لي ياس يعني ملي ما قلتها قبل 30 حتى في 30 عاد قلتها. يا ولد حكي لي تقوليش عمرك قولي عاد 19 ما تعرفيش بقى دريه ما تعرفش. انا اكبر منك الحاجه انا اكبر منك. يا ولد على الشيطان.
دابا دخلت عليك بالله راجل نسولك راشي تتن جاوبني الله يرضي عليك بجوجكم نجاوب عمر واش تيقوا فيه الناس والله ما كذبتي وانت رشيد شنو انا واش تيقوا فيه الناس فمن في عمر لا قولي ترى رشيد واش تيقوا فيك الناس دخلت عليكم بالله هذا اللي هز غربال وبارك عليهم غربال صحابي واش هما زرع تيقوا فيهم عمر اشكي انا غندور جيتك غندور رادارك زيد شوك هوك خليك بحالك باش تجيك دقائق ايوا اش كتمشي دير في اسبانيا كل مره خيطي زيطي ناوي تمشي تجيب لينا سباليونيه ولا شنو وا كنقولوا نمشيو تنزهو صافي تنزمو غادي المولاي مشعيب جاوبني ياك ما ناوي تاخذ قاوريه لا شوفي من مغربيه ما نخلق ولا اني عايشه لهي باغيه تعيش لهي ولا اني مغربيه صبروا نشوفوا المواصفات واش كاينين معانا عطيني حالك بحالي انا حالك واخديتي كفره في الغيث وعطى اليوم طليتيها فوق راسك اللي عزلتيني مخاصمك مع كلشي ها رشيد مخاصمه مع العساس مع كلشي والله العظيم ها هو يقول لك وليني يا بنيتي راجل فرحانه زعما قلتي غتنساني الحاجه مي انت الناس كتمشي لميريكان تحوس انت مشيتي تجمعي الماء عن اللي خلاو القور لاحو من برا فدير لينا فيديو هالخلاط قولي عندهم كيسان حياتي لا ما كاينينش والله كاينين الطباصل ديال هذاك النبتات اللي داير ويلي على كاين شي طابسي باينه ما تعرفيش طيبي داك النار شتك مضاربه مع البطاطا لحتيهم كامل والو الحاج خاصني ندوز عندك تعلميني الطياب رشيد يقول لك نهار كله وياك تبارك الله عليك شتي ما عندي ما يسالك قولوا لي نهضروا دابا في المعقول سير ضربوا معايا واحد البريكول ديالاش كيفاش ديالاش قول لي بعدا واش ضرب معايا البريكول أيه. نضرب معاك البريكول عمر فيه فلوس فيه فلوس نضربوا معاك سيري تن نحاولي تاع العيد انا سبقت لك سير معاك يلا عندي واحد العرس بين سطات وخريبقه ايه ومني قلت لهم نعيطوا على عمر وراجا قالوا لي يا راه عمر وراجا كيغنيو في العرس ديال الخليج ما كيغنيوش الشعبي ياك واحد الراجل قال لي راه راجا قالت لك كتحشم تغني في الشعبي قلت ليه من امك الحاجه ما تحشمش وعطينا شي حاجه تيويه شخضاويه شعباويه باش نوريو البنادم راه اللي عدو ايه الحاجه نغني لك الشعبي لا حبيب الحبيب كي جديد البضاط صعيب خرجوا ما داروا عوين يوم الجمعة اليوم الثلاث خرجوا البنات الهيجات نطلب الله والنبي السلطان الله ينصروا ومالكنا الله ينصروا ندوم علينا سلمتو والمير كلمتو مسموعة بالرش في السماء كيقلب على تهوي هلا الله والحجة زوان هلا الله يا لله
صفيقات الحاجة صفيقات الحاجة شي الحاجه علاش قاده نمره ودابا هادي كل ما خرجتهاش انا ما تخرجش خويا راه عندها 24 عام ديال البصح قالت لي طيقه غادي عندنا في هذه الحلقه جوج ديال التحديات تحدي واحد تحدي رقم جوج تحدي رقم واحد هو اللي غنديروه دابا مع واحد فيكم انت تبعك التحدي وتبعك الجوكر ولكن قبل ما نديروا معاك الجوكر غنديروا معاك التحدي انت وعمر ومن بعد عمر غيطيح في التحدي بوحدو الله يسهل عليك الله يسهل يلا نشوفوا التحدي ديال عمر ورجاء بعد الفاصل رجاء عمر في مواقع التواصل الاجتماعي نتوما حاضرين بقوه كتواصلوا مع الجمهور ديالكم من خلال الفيديوهات ولي فوتو اللي كتبارطاجيو وكتكلموا بزاف مع الناس اليوم الجمهور حاضر معنا هو اللي غيسولكم ويتواصل معكم وخصكم تجاوبوا على الاسئله ديالهم يلا غادي نسمعوا السؤال الاول يلا السلام عليكم انا سميتي فاطمه زهره كنسكن في كازا احنا كنا عارفين باللي عمر دار مشروع ديالو راسو السؤال ديالي موجه لرازق واش ما كتفكر زعما دير مشروع خاص بها ولا ديالها رازق جاوبي لا علاش كنقول تيكون عندي الشيط بزاف باش تلمشى ما عنديش مشكل تلمزقش البروجي من تفرسش نسمعوا سؤال ثاني السلام عليكم معكم ايوب الزوداني من الرحمه كازابلانكا السؤال ديالي هو شنو هو شحال خديتو في الكاشي اللي تقادي تجي في كاميرا خفيه شحال خديتو في الكاميرا خفيه مشيتو فيها مشيتو فيها اليوم ايوا غتقولي لنا مشيتي فيها شحال خديتو فيها عندنا ماكنش اش باغي تقول لا ما غنقولش طبعا نقول عندنا في العقد انه ما يمكنش نقولوا شحال تما هذه سهله شوف انا ماشي باري كان اشتغل في القناه الثانيه غنهضر مع موليش غادي نهضر معهم وماشي مشكل غير قولوا هذاك البوند غنحذفوه المهم انا عارف ان فايت 10000 درهم الحلقه يعني غادي تكون المهم ضربوا الحساب نتوما 30 حلقه ضربوها في هذاك الشيء وخرج لكم الحساب واخا هادشي اللي قال عندك الحق نمشيو للسؤال اللي من بعد السلام عليكم معكم مصطفى من مدينه برشيد السؤال اللي عندي لك اختي رجاء واش كاين شي مشروع زواج ان شاء الله في مقاريب باش عينك عينك في شي حاجه انت لا بغا نمشي كادو لا جاي دار الطريق من برشيد تعينو في شي حاجه لا بالعكس اختي والله الا باغي لك غير الخير كنضحك معاك اخويا والله مرحبا بي شكرا جاوبي الله يحفظك جاوبي لا ما كاينش مشروع الزواج ماشي ما عمرو كان مشروع وهذاك الشيء قسمه ونصيب مي باقي وجد الكادو واقيلا اه بلا ما نوجد الكادو واقيلا لا انت وجد دهاز واجي مرحبا سهلا نسولك اش سميتك مصطفى مزوج مزوج قفرتيها تحيه للزوجه ديالك تحيه للزوجه ديالك وخويا الله يحفظك شكرا بزاف ها كنضحك معاك شكرا اللي لا ما تباتش في الدار نمشيو نشوفوا السؤال اللي من بعد السلام عليكم معكم ياسمين من تيت من الليل اول حاجه بغيت تبارك الله على الفنانه ديالنا بالاطلاله الجميله بالقفطان المغربي الله يحفظك شكرا شكرا السؤال ديالي هو الى جاك الزوج المستقبلي قال لك توقفي على العمل الفني ديالك وتغبري من مواقع التواصل الاجتماعي باش غتجاوبيه وشنو رده الفعل ديال عمر نبداو برده الفعل ديال عمر و
الا كانت رجاء بغات ان زعما تريح وتبقاش في هذا المجال من حقها، ولكن غير تعطيني الكونت ديالها باش نجمع مع الكونت ديالي ان شاء الله وتولي شاخده. لا لا شوف، لا الا كنت غادي نوقف هذا الشيء غنوقف القناعه ديالي انا، نكون انا باغيه نوقف، اما ماشي حيت شي واحد قال لي. وانا وحده بطبعي عنيده، ملي شي واحد كيقول لي ديري شي حاجه الا واخا انا ما باغاهاش غنولي باغاها ياك. شكرا لكم. لا انت هبطي. انا صراحه شحال من سؤال كنت بغيتكم تسولوا ولكن ما سولتوش. عندنا شي خبيرات وصلونا، بغيت انا واخا ما سولكم انا غنسولهم. عندنا شي خبر رجع بانه تم اعتقالك في الكويت على شي حاجه. لا ماشي انا. عمر. عمر. تم اعتقالك عمر؟ وي شدوني، شديت ثلاث ايام. ثلاث ايام. دابا علاش شكون هاد الزوين الجميل جدا اللي قال لك الخبر زعما؟ والله الا نقولوا شكون اللي قال لنا، ولكن مي وي تعتقلت ثلاث ايام. ماشي اعتقال ديال شي جريمه ولا شي حاجه. في الكويت عندهم الا درتي شي مخالفه بالطوموبيل، في بلاصه ما انت تخلصها غرامه كيشدوك في واحد البلاصه سميتها النظاره، كيحطوك فيها تماك. شدوني النهار الاول، عرفوني تماك، بقيت كنغني معاهم كل شويه، كيخرجوني كيجيبوا لي برجر زعما كيتهلاو فيا على الباكستانيين والهنود اللي كانوا تماك. كنخرج واحد جا. كيفاش جبتوك برجر؟ اعتقلوك ولا عرضوك؟ ما فهمتش. بدا اعتقال الواسطه. الواسطه خويا شوف، كيتهلاو زعما. نمشيو نتعتقلوا كاملين على هذه القبه. اشنو داروا معاك؟ شنو دابا؟ انا نورمالمون ما خاصنيش ندور ندير دومي تور وندور بلوس. انه كانت الرخصه اللي عندي كانت خاصني نسوق بها غير في قطر، ما نسوقش فيها في الكويت، فانا ما كنتش عارف هذا الشيء. فشدني البوليسي قال لي تسنى معايا حتى كنشوف الديباناجات. دا الطوموبيل السيد حيت كنت كاريها، وجا طلعني كنقول لي فين غادي؟ كيقول لي راه غتمشي النظاره. صافي هي فين مشيت؟ و ما عرفتش انت شنو النظاره؟ قال لك نمشي. لا كيقول لي راه قلت لي شنو النظاره؟ قال لي غتمشي السيلون. هو السيلون. هو السيلون. نيت عقل عليه قلت لي شنو هي النظاره؟ قال لي غتمشي تلبس فيها النظاره. عقل عليه وانا ما فهمتش الجوك، انا باغي نعرف شنو كاين. مي مشيت تماك و نورمالمون كنت غادي نخرج في نص النهار. واحد جا برك كيقول لهم هذاك راه فنان وشنو مسطين مخرجينه. شاف قال لهم شنو سميتو؟ قال لي عمر بلمير. زيدو غيخرج غيتسفر. فعما زاد قفرها الصراحه. مي دازت سليمه وما مصفرونيش من البلد. انت شنو كان احساسك وانت كتشوفي فيه؟ ما كانش في خبار. لا ما في خباريش. لا ما في خباريش. كنا شتي ديك في ديك اللحظه داو شنو؟ كيفاش تكون رده الفعل ديالك؟ لا ما هو اوغوزمون ما قالهاش لي، حيت كنت غادي ما كناش بيان سور نجلسوا مرتاحين. صاحبنا رضا هو اللي كان تيتواصل معاه، وانا حسيت هو تنهضروا ديما مع بعضياتنا كل نهار. واحد ثلاث ايام، اكثر من ثلاث ايام، واحد اربع ايام بحال هكاك. ثلاث ايام بحال هكاك ما كنصيفط ليه ميساج، كطلع غير ساين وحده بحال هكا، وكنقول ليه علاش ما كتجيبش؟ كيقول لي لا تليفوني خاسر، تليفوني خاسر. حتى دازت الوقت شي شهرين ثلاث شهور ورجع عاد قال لي انا راه كنت مشدود. شديت شدوك لاش انت يعني جاوني لاش وتويع برجر بيتزا وكل شوف كل خاص في ما كيدور الشيفت خاص عمر يخرج ياكل برجر ونغني ليا ويشدوا لك هكا وبقى تغني. ايوا اش نقول لك؟ دوزتها الحمد لله على سلامتك. دوزتها. ايوا تبارك الله عليكم. عندنا شي خبيرات وصلونا الحلقه ديالكم، ما عرفتش بزاف ديال الناس كلشي باغي يقول، كلشي باغي يتعاون معنا. بزاف ديال المصادر وصلونا قالوا لي سولها على القضيه ديال الكادو اللي جاها في عيد الحب. بارطاجيتي في ستوري شي كادو؟ بارطاجيتي في ستوري في عيد الحب؟ اه. كيفاش اه؟ خاصك تجاوبيني. الكادو اه لا الكادو غير جبتو لراسي. حبيتي راسك؟ وي. هكاك تيختوها؟ وي. ديال من هذاك الكادو؟ شكون جاب هذاك الكادو؟ لا عادي، يقدر يكون صديقة، تقدر تكون، يقدر يكون صديق عادي. فرد من العائلة. فرد من العائلة كيجيب لك كادو في عيد الحب؟ يا سلام. عادي عادي والله، خويا كيجيب لي كادو. واخا عندنا خبيرة أخرى. وصحيح أنك تعرضتي لعملية نصب مشات لك فيها 47 مليون سنتيم. حوي تحسبت فيهم مليون بمليون، وفينالمون السمسار اللي يعني تعاملت معاه باش مشيت شفت هذيك الارض وكنت بغيت ناخذها، ف كان غير عربون ويعني
تنصبت فيها تنصبت فيها عربون كامل ديال 47 كلها عربون وي ومشات مشات حيتاش الغلط كيوقع وما يعني ما تقدرش وفي القانون ما عندكش القانون ما عنديش ما كاينش ما كاينش علاش الناس خصهم يردوا البال بزاف من مساله العربون ما تعطيه الا لشي واحد الا كان فعلا اهل الثقه ولا يدوز شيك ولا يدوز فيغمون ولا يدك شي توثق بالعقد لان حيت باش زعما ما ندخلوش بزاف حتى الاوراق الاداريه اللي كانت مزوره رجاء غادي نمشيو الان انا وياك الفقره ديال الجوكر علاش اختارينا رجاء اللي تكون معنا في الجوكر ماشي عمر لان رجاء اللي عندها الدواسه اكثر عمر دخل سوق راسه شويه نشوفوا الله يسهل عليكم فقره الجوكر بعد الفاصل رجاء مرحبا بك في الجوكر الله يبارك فيك نبداو بالسؤال الاول مرحبا جاوب السؤال رجاء مؤخرا في السوشيال ميديا خرج خبر بانكم ممنوعين من الدخول للولايات المتحده الامريكيه بسبب انكم درتوا حفل بدون ترخيص واش هذا الخبر صحيح غير صحيح ماشي حيت درنا حفل حيت شي واحد ما عرفتش واش في الوسط الفني ولا ماشي في الوسط الفني صيفط ايميل للقنصليه وقال لهم ان هاد الفنانين جاوا داروا حفله بدون ترخيص ومخلصين فيها في امريكان وحنا من هنا ملي خدينا الفيزا ما كانوا عارفين ان غادي نضيوف شرف اليوم وطني محتفلين باليوم الوطني ديال المسيره الخضراء مع الناس ديال اورلاندو دونك شكون يتصل بكم باش يخبركم بانه كاين مشكل القنصليه ملي دخلنا من الامريكان من ورا 3 ايام قالوا لنا جيو وما تقدروش تسافروا بالفيزا قلنا لهم علاش قال لك تجيو نشرحوا لكم دونك داكشي علاش حنا ما هضرناش في السوشيال ميديا حيت لحد الان درنا ابيل وبحال كنحتجوا على قرار القنصليه حيت كاين ظلم في الموضوع وكاين اخبار اللي وصلتهم ماشي صحيحه الان نتوما ممنوعين ولا غير ماشي ممنوعين لا غير ممنوعين نقدروا ندخلوا الى كاينه خدمه ولكن عندكم مشكل التوقيف كاين في فيزا سياحيه اوكي نشوفوا السؤال من بعد رجاء واش صحيح بانك تعرضتي شي مره لتحرش من طرف فنان مغربي انا بطبيعتي ما كنخليهش يوصل للتحرش كيف ما كتقول كنحط حدود اللي باش ما نخسرش الطرف الاخر كتحس كيكونوا بعض المرات يعني حنا كبنات كنحسوا الا كان الواحد نيتو خايبه ولا مي كندير حدود دونك ما وصلتش للتحرش ولكن كاينين محاوله يا كاين محاولات اوكي شوفوا السؤال الثاني وي وصلت الأخبار كتقول بأنه أغنية قراري اللي غنيتيها كتعبر على واحد القصة عشتيها في الواقع واش تقدري تأكدي لنا اليوم خصوصا أننا شفنا كتبكي بزاف في الكليب واش تقدري اليوم تأكدي لنا بأن الخيانة كانت السبب في إنهاء العلاقة اللي كانت عندك مع شي شخص وي صحيح وهذاك البكاء اللي شفناه في الكليب حقيقي ولا وي حقيقي ماشي تمثيل وفين ما كنسمع الاغنيه كنحس بنفس الاحساس الاغنيه تغنات في
تغنات في واحد الوقت اللي نقدروا نقولوا وقت كان خاصنا ناخذ فيه قرار ديال صافي. هادشي اللي كاين هذا سبب التسميه ديال القراري. وي شكون سالين بعد؟ رجاء، وصلتنا اخبار من مصادر كنثقوا فيها. ملي كنتكلم على المصادر ديال البرنامج انه هادو مصادر اللي ما يمكنش يكذبوا علينا. عندنا خبر ارتباطك بواحد الانسان من اصول جزائريه، هو جزائري فرنسي، واش هادشي صحيح؟ وي صحيح. وي صحيح. وكانت غت تكلل زعما بالزواج ولكن غلط مني. إذن هادشي ما كملش. وي ما كملش بسببي. وديما كنقول هذه العلاقة يمكن الوحيدة اللي ما ندمتش عليها ولكن ما عطيتهاش فرصة. اوكي آخر سؤال. تبغي تجاوب على السؤال؟ ما غتستعمليش الجوكر انت مزيان؟ لا ما غنجاوبش ولكن ماشي صحيح. وصحيح انكم تقاديتم بلغ 90 مليون سنتيم مقابل تقديمكم لبرنامج الكاميرا الخفيه مشيتي فيها؟ لا ما صحيحش. شنو اللي صحيح؟ ما صحيحش. قلتي واش صحيح؟ قلت لك ما صحيحش. غلبتيني في هذه. دابا ما استعمليش الجوكر؟ لا. وما جاوبتينيش. كان عليك تعرف كيفاش تدير الصياغة للسؤال. ياك ولا لا؟ إوا شوف إلا بقات فيك راه نصف اليوم. نتلاقاو في تحدي بعد الفاصل. شوف شوف رشيد شوف شوف. كيف ما وعدتكم مشاهدينا، ها هي جا الوقت دابا باش نخرجها من الاستاذه رجاء، لانها قالت لي خصك تعرف كيفاش تطرح السؤال، ودابا غادي ننتقم منها شر انتقام. نو خويا خويا واخا تعاونوا بجوج، عندكم هاد الصندوق هادو عارفين بانه خصكم تلقاو واحد لي بياس وتعرفوا شنو كاين لداخل. اوكي يلا نبداو. حيد هذيك يا اخي. ودي بجوج ولا شنو؟ سين بجوجكم يلا. يلا رجاء. هلا رجاء. حمامة كبيرة. برافو عليك. نجبد لابياس. اييه هذا ايدي. هذه ايدي. منين كتشوف والو؟ مش في الارض. باب شويه بشويه واحد فيها. يلا رجاء نوبتك دابا. سهل هذا رجاء، سهل هذا، اسهل واحد. باش تشوفوا مزيان. ها يلا رجاء، يلا يدك رجاء. سير هما، ولكن ماشي شي حاجه اللي غتعطلني. ما تخافي والو، وانت دوزتي على عباد الله في كاميرا خفيه. ودابا واش كاميرا خفيه ما فيهش حاجه؟ يلا زيد زيد رجاء. الله يسهل عليك.
بلاتي يا بلاتي سير سير الله يرحم لك الوالدين يلا طل. سير يلا يا عمر يلا. انا معاها لا معاها دابا المصيبه شفتو حنش حلف بالله اقسم بالله شفتو مكرر باش نخشي يدي راه صعيبه راه حنش بلاتي بلاتي ويلي حطيتيه بعدا رشيد خرجتي على السيطره سير خشيت خشيت ماشي حنش ماشي حنش وشنو هو يلا ماشي حنش اسير اسير خشيتك يلا رجع واه بلاتي يا رشيد والله يتسهل عليك والله يتحنش لا وا رجع وا رشيد وا ما واش انت واش هذا لعب هذا رجع واش هذا لعب رجع خصك واش هذا لعب رجع انت درتي المقالب للناس خصك ايه ولكن اخويا ما اتفقنا على هادشي دي دابا الدرهم فين غنلقاه هذا هو المشكل يلا تلقاي كلاها لا سياب وما كيعبطش ها نتفاهم الحمد لله ربي كيبغيني برافو الله يا اخويا لا رشيد لا رشيد لا انت دير سيلفي ايت شوف ايت صويره ايت صويره ايت صويره تصوير تصوير لا لا ما وصافي و قال الفنانين قال الفنانين اللي درت بهم المقاليب انا كنت دابا كنرد لكم الاعتبار ديالكم ارجي رجاء اجي رجع نتصوروا دابا شي كنا كنتي مثلا انت مربيه ماشي مشكل غننطق ولكن انت كيطير مربي ما مربيش نديروا هاد السيلفي انا وياك هو يلا انا وياك هو يلا اجي يلا كتثقي فيا رجاء ياك بالعمى واحد قول يا فكر زيد رجاء زيد ما لنا على هاد الشوهه اخويا ولينا نحيدو الصبابط وسط البلاطو لا حت صباطها وكل شيء برستيج ضاع شوف دابا كيفاش سير يا رمش دابا جا الدور على عمر باش يدير التحدي ديال لاكابين بوحدو الله اكبر واش مستعد مستعد متفقين مرحبا يلا ومعنا عمر عمر فتح سير سير سعد واه شوف غتسمع اغاني خصك تعرفهم باش داكشي ما يهبطش انت الخبر في راسك اوكي يلا نسمعوا اول اغنيه انا حياني برافو عليك شرقاني خاصك تصعب معاه دابا او شتا محلف فيا ماشي محلف فيك الفنانين اللي وصوني هذاك الشيء اللي درت هذوك الناس اللي درتي فيهم داك الشيء قالوا لي رد لينا الاعتبار ديالك عندك الزهر والله تاع عندك الزهر اسير يا بنت المدينة وعليك كان غني بنت المدينة وعليك كان غني بنت بلادي زينة طلتها فني بنت المدينة يلا دابا نسمع مقطع آخر بلاتي وانت اصبر انا غنقول
اصبر اوات شنو الاغنيه؟ لا حول ولا قوه. ما عرفتهاش. نيكست ما عرفتهاش. راك يشوف فيا ديريكس دابا. ما هادشي ما غيطلعش حتى تعرف الاغنيه اللي موراها. سير والله تا زيد ابط. واش ندير لا اغنيه عمر على غفله. يلا نمشيو لاغنيه اخرى. طلع لينا هادشي الله يخليك. دابا هادي اللي اياسفها غتعرفها غنساليو التحدي. واخ ما عرفتهاش غتهبط شي حاجه اخرى اكثر من هذا. انت واش تا سانسور شد الاغاني شد الاغاني. عبدوهاب بقالي لا واو عبدوهاب بقالي أيام مرة عبدوهاب صاحبي. برافو تفقات عليها. الله على شوفات علي عمر تلي معنا تلي معنا رجاء تفقات عليهم عمر. كنت فرحان أنكم تكونوا ضياف عندي اليوم. حتى حنا وشكرا بزاف على الاستضافه وشكرا للمايسترو الشرقاني وطاقم رشيد شو فروم اي تو زد. بارك الله عليكم. شكرا. كنتمناو ان الاعمال اللي كنديروا لا مستقبلا ولا اللي قبل يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. وان شاء الله انتظروا بزاف ديال الجديد مورا رمضان ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. كنبغي نقول للمتابعين الاوفياء ديال البرنامج رشيد شو شكرا على حيت بقيتوا معنا حتى اللحظه الاخيره. وكنشكر رشيد وكنشكر الجميع على حسن الاستضافه. و ساعه سعيده ونغنيو ساعه سعيده. ساعه سعيده. ساعة سعيدة مدفع في أموال وضوء المكان والفرحة تملي البال. نحكي بماله سحر وجمال سحر وجمال. وساعة سعيدة مدفع في أموال وضوء المكان والفرحة تملي البال. ونحكي بماله سحر وجمال سحر وجمال. ولا حبيبة ديالي وغير أنا شفتك قلبي ارتاح يا سلام. تولمنا وحلة العشرة فرحي سعدي زيانة ليام. ولا حبيبة ديالي وغير أنا شفتك قلبي ارتاح يا سلام. تولمنا وحلة العشرة فرحي سعدي زيانة.